نقول صافي خليها صافي خليها لي ماشي بها ماشي بتا خمحلوله داك هو ماشي دابا سخون الحال انا الخير عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ مزيان هانيين كلشي بخير، صحتكم لاباس، اموركم بخير، توحشنا لكم شويه، كي دايرين؟ هانيين كلشي بخير. حنا اليوم خارجين ان شاء الله في واحد الخريجه مع الوليدات، غنشدو الطريق ان شاء الله الى الشاول، كيف سميتو؟ الشاول واقش ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. هذا الصباح زوين صراحه، الله الجو واعر، كما تشوفوا البرودة. حنا جبت القهوة هذه باش نفطروا حنا والولادات، وشوفوا الفيديو ديالنا ان شاء الله. نتمنى يعجبكم هذا الفلوج ان شاء الله جديد، ونبقاو مع هذا الفيديو الجديد ان شاء الله الى اخر الرمق ديالو ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم وان شاء الله يبارككم، وابقوا معنا. يلا يلا سمية. بابا 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 انتم متسابين ديالنا. مصعب يشتغل. صباح الخير يا اسامه. صباح الخير. مشتاقين لك يا لاباس عليكم. انتما شوفوا هاد القهوة كي دايرة، يا سلام. انتم المتتبعين شوفوا على مناظر طبيعيه زوينه، انتم نقيه. ولا هذا الصباح صباح غزال. انتم هذه باب تازه، القهوه هذه موجوده ما بين باب تازه و يعني الطريق اللي كتمشي للسد ديال الملحه بني حمد. باب تازه، حنا باب تازه كتمشي، ولكن هاد القهوه كتجي من الطريق اللي كتمشي لبني احمد. هي يعني في الخرجه ديال باب تازه، الطريق ديال الشده لبني احمد، ثلاثه ديال بني احمد. وجينا مع الوليد باش نفطروا ان شاء الله هنا، نرتاحوا شي شويه هذا، ونشدوا عاوتاني الطريق ان شاء الله للشاول. والمهم بقاو معنا الى اخر الفيديو ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم. اسراء اسراء، طبيعه خلابه وديك شي زوين. ما عندي ما نقولش اش اسراء، جات مع الوليد اش هيا اسراء، وصل لها اسراء. السلام عليكم صحابي صحباتي، لاباس عليكم؟ سلام من صباح الخير. الله
سير حدا باباك انا سير أنس سير حدا باباك البروده خصنا نجيو في الحراره باش نتبردوا الحراره هي اللي درت هاد الرش ديال بصحتكم الفطور هانتوما المتتبعين الفطور ديالنا هاد الصباح ببتعزة نشاركو معاكم يلا واحد دقيقة ديال اتاي فؤاد هانتوما البيض بلدي فروماج زيتون الجبن كما كان انا ما شتي الجبن الله يمشتو اما هانتوما بصحتكم الفطور معنا المتتبعين هانتوما الزيت البلدية كويس ديال القهوة بريد اتاي دراري فيه مجوع شكرا اخي شكرا
شوف نتوما كيتعاملوا مزيان هنا. ايوا بقاو معي نفطروا ان شاء الله. الزيت معلم شافوا راه هو راه كاين راه هذاك صح هذاك هو الزيت. زيت الزيتون زيت الزيتون يلا شوف شوف وصباح الخير المشاهدين. لا ما تقول عايشه وانا كتفطر. لا لا عايشه الوالده مسكينه راه جات معنا حتى هي سربا شويه في صحه صحه الشهوه ان شاء الله. ها انتم الشهوه شويه الشراء انا الطيار انس اش من بلاصه هذه انت هكا تتواجد؟ انا اتاي اتاي واخا انس خصو اتاي.